شيما عادل نجمة صاعدة شاهدناها هذا العام في عملين مهمين هما على كف عفريت وألف سلامة، لتكون من الفنانات المحظوظات في الظهور في عملين في أهم موسم للدراما العربية شهر رمضان الكريم. التقينا مع شيما لنعرف أكثر عنها وعن مشاريعها وأحلامها في الأيام القادمة. شيما عادل، أهلا بك في بوابة أخبار اليوم. أهلا بك يا إيهاب. السنة دي في رمضان عملتي مسلسلين، كلمينا عن أكتر مسلسل استمتعت به السنة دي وأنت في تأديه. هما المسلسلين الاثنين تجارب مختلفة، فما اقدرش اقول لك ان في حد افضل من التاني، هما الاثنين فادوني. على كف عفريت كنت بعمل دور البنت اللي متعلمة تعليم عالي ومعها كذا اكتر من لغة، وللأسف دار بيها الحال فاشتغلت شغالة في فيلا. العمل التاني اللي هو ألف سلامة، بنت صايعة، بنت بتشرب، بنت بتلعب، بنت من الاخر بتلعب بالبيضة والحجر، بس في نفس الوقت بتحب اصحابها قوي، ولما صاحبها اتحط في ورطة وهي كانت يعني كانت النيابه بتستدعيها عشان تشهد عليه، كانت بتصمم ان هو بريء. انا فرحانه قوي برغم ان انا السنه اللي قبل اللي فاتت يعني رمضان ده لا اللي قبله كنت زعلانه جدا ان اول عمل ليا ما ينزلش واحباط، بس السنه دي لما نزل لي عملين اتشفت اكتر وجاب لي شغل اكتر، يعني الحمد لله في ناس كتير جدا كلموني، مش هقول كتير قوي بس على الاقل انا في فيلمين قدامي دلوقتي ومسلسل. بس طبعا عشان احوال البلد احنا هنقرا، المفروض ان في خلال اليومين الجايين هنقرا، والتصوير امتى بقى؟ لما البلد تتظبط شويه. من وانا طفله بجد بحب اتفرج على الاستعراضات على سعاد حسني، يعني مش كلامه خلاص بس ده بجد، وتملي الممثل بيبقى حساس، كنت لما اتفرج على فيلم تلاقيني مندمجه جدا جدا فيه، ولما يجي دور بكى بعيط معاه، فده كان احساسي ان انا ممثله، وكنت حابه جدا التمثيل جدا وحابه قوي قوي ان انا اكون جنب التمثيل فنانة استعراضية. انا بحب قوي الاستعراض، بموت في شريهان، فالحاجات دي كلها جوايا، فمهما درست لا انا رحت ادرس تمثيل، بحاول ان انا اثقف نفسي، هاخد كورسات رقص، لان ممثل ممثل في كل حاجه بيعمل كل الادوار. نفسي اعمل دور شر، لان لو نجحت ان الناس كرهتني ابقى ممثله شاطره. النهارده احنا بنصور في مزرعه خيل، ليه اخترتي المكان ده عشان تعملي فوتو سيشن ليكي؟ اولا الخيل كائن من الكائنات اللي عمرك ما هتلاقي زيه، كائن طيب بيحب صاحبه، بيريح صاحبه، بتعرف تستمتع معاه. الجو اللي موجود فيه الخيل جو بيخليك تبعد بقى عن الدوشه والهواء الوحش، هواء نقي، خضره، طبيعه، بقدر ان انا استمتع بالوقت، وبحس ان مفيش يعني من الاخر كده ان انا ايه ببعد تماما عن الزحمه اللي موجوده في البلد وعن الظروف كمان اللي موجوده في البلد، فانا بحب لما ابعد واجدد من مودي ان انا اجي واقضي مع الخيل لان انا بحبه قوي. نفسي ويعني اتمنى ربنا يستجيب ليا الفنان عادل امام قوي قوي. يا ريت. تتمني تمثلي معاه؟ كنت بتحبوا افلامه؟ بموت في افلامه، يعني انا مفيش فيلم ما بحبهوش، مفيش فيلم ما بتفرجش عليه اكتر من مره، بعشقه زي ما بتقول كده بتعشق احد، انا بعشقه. هسألك عن نجوم الستينيات والسبعينات، كنت بتحبي مين اكتر ممثله بتحبي تتفرجي عليها؟ سعاد حسني. سعاد حسني قوي. ليه سعاد حسني؟ لان سعاد حسني ممثله شامله، استعراضيه، كوميديه، تراجيدي، كل حاجة اجتماعية. يعني سعاد حسني عملت كل الأدوار اللي مفيش ممثلة دلوقتي ممكن تعملها، يعني بغض النظر لأن هي مش هتتكرر. غنى، يعني ممكن تلاقي ممثلة شاطرة قوي بس تعرفش تغني، فهي كانت ممثلة فيها كل حاجة، فحبي ليها بلا حدود.